سيمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة في جورجيا يوم 6 سبتمبر المقبل بتهم جنائية تتعلق بالتلاعب في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020. وفي لائحة اتهام من 98 صفحة وجهت إلى ترامب و18 متهما آخرين، 41 تهمة جنائية إجمالا فيما يتعلق بمحاولات إلغاء نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا.